مرحبا بكم أعزائي الطلبة في حلقة جديدة من دورة تعلم اللغة الإنجليزية في الصف الثاني المتوسط المنهج الجديد. درسنا اليوم Unit 5 Lesson 7 اليونت الخامس الدرس السابع. عنوان الدرس Telephones الهواتف. بالبداية يقول لي Look at the photographs انظر إلى الصور الفوتوغرافية اللي بنطيك إياها. Which of these kinds of telephones have you used؟ ما الأنواع أو ما النوع الذي استخدمته من بين هذه الأنواع الخاصة بالهواتف؟ هو منطيني فقط نوعيتين، اللاند لاين فون الهاتف الارضي والموبايل فون اللي هو الهاتف المحمول. بالبدايه يقول لي read the text اقرا النص find the advantages and disadvantages of each kind of phones جد الايجابيات والسلبيات الخاصه بكل نوع من بين هؤلاء الانواع او من بين هذه الانواع. يعني منطيني مميزات الهاتف الارضي مميزاته وعيوبه ومنطيني مميزات وعيوب الهاتف المحمول اللي هو الموبايل. فبالبداية اللاند لاين فون اللي هو الهاتف الأرضي أو هاتف الخط الأرضي sends and receives signals through wire يرسل ويستقبل المعلومات أو يستقبل الإشارات من خلال واير. أخذنا كلمة واير بالدرس السابق معناها سلك. The wire is called the line line. هذا السلك يطلق عليه الخط الأرضي. All the line lines كل الخطوط الأرضية are connected متصلة كل خط أرضي متصل بالخط الأرضي الآخر so you can phone people all over the world. ولذلك بما أنه هاي الهواتف أو الخطوط الأرضية متصلة بيناتهم يمكنك الاتصال بالناس كل أنحاء العالم. Landline الخط الأرضي phones أو هواتف الخط الأرضي are less useful than mobile أقل فائدة من الهواتف أو من الهواتف المحمولة الموبايلات. Because لأنها they can only be used in one place لأنك يمكنك استخدامها فقط في مكان واحد. مثلا عندي هاتف أرضي بالبيت أقدر أستخدمه فقط بالبيت ما أقدر أخذه وياي لأن هاتف سلكي بكثير من الأسلاك. However على أي حال they are often more reliable. لكن على أي حال السلبية عرفناها أنه ما نقدر نستخدمه بكل مكان. لكن الإيجابية بهذا الهاتف أنه reliable. Reliable معناها موثوق خط آمن وموثوق والصرف مالته أقل من صرف الموبايل. يعني التكلفة مالته تكلفة الاتصال أقل من الموبايل. الموبايل هسه نجي على الموبايل اللي هو الهاتف المحمول. A mobile phone does not need landline. يقول لك الهاتف المحمول لا يحتاج إلى خط أرضي ما يحتاج وايرات. Because it sends signals to a special mast. لأنه يرسل شوف هنا شو يقول لي send signals يرسل الإشارات to a special mast لعمود أو لبرج مخصص using radio waves باستخدام الموجات الراديوية أو اللي سميناها الموجات اللاسلكية. The mast send the radio waves to another phone. هذا الماست أو العمود أو البرج يرسل هذه الموجات الراديوية إلى الهاتف الآخر. There are mobile phone masts in most places. يقول لك هنالك أبراج للهواتف تقريبا في كل مكان. يقصد بأبراج الهواتف الخاصة بهرم بي أسيسيل أو بالأثير. هذين الأبراج تستقبل معلوماتك أو تستقبل اتصالك تستقبل الكلمات على شكل شنو؟ على شكل signals على شكل إشارات وأنه بتشيلها ترسلها للهاتف الآخر. So mobile phones can be used almost everywhere. لذلك الهاتف الذكي يمكن استخدامه تقريبا في كل مكان. هنا ليش دا يقول تقريبا في كل مكان؟ لأن مثلا بعض المناطق الصحراوية على سبيل المثال ما بها أبراج وبالتالي ما راح تلقى إشارة وبالتالي ما راح تقدر تستخدمها. Many mobile phones can also be used to take photographs. يقول لك أغلب الهواتف حاليا في الوقت الحالي تستخدم في التقاط الصور بها كاميرات play music تشغل بها موسيقى access the internet تدخل بها الانترنت. These are called smartphones. هسه احنا قبل شوية ايش قلنا؟ قلنا الهواتف المحمولة اكو كانت بالسابق اول ما اخترعوا الهواتف المحمولة الغرض من عندها كان فقط الاتصال. يعني ما كان بها انترنت ما تكنك على الانترنت ما بها ميوزك ما بها موسيقى ما بها صور ما بها اي شيء. تطورت الهواتف قامت بها تصير موسيقى صور فيديوهات الى اخره انترنت. هذن المميزات او هذن الهواتف اللي تحمل هاي المميزات شو نسميها؟ نسميها سمارت فونز هواتف ذكية ما نسميها موبايل. الموبايل هو فقط الهاتف المحمول اللي يجري الاتصال. هذه المعلومات اللي أخذناها
راح يسأل عنها الأستاذ بطريقة شفوية داخل الصف على شكل صح وخطأ، مثل ما راح نجي إن شاء الله نوضح بكتاب النشاط. راح نشوف أنه أكو تمرين متعلق بهذا النص اللي أخذناه. هذا التمرين فقط يعتبر كنشاط صفي، غير مهم بالامتحان التحريري أو الامتحان الشفوي. وراها أكو موضوع آخر، موضوع قواعد مهم، اللي هو present passive with can. رجعنا على موضوع، على موضوع المبني للمجهول. بالدروس السابقة إيش أخذنا؟ المبني المجهول مع المضارع البسيط، المبني المجهول مع الماضي البسيط. اليوم راح نأخذ المبني للمجهول مع قاعدة الكان أو مع الفعل المساعد كان. طلاب، هذا الموضوع هو أبسط موضوع من المبني المجهول. ليش؟ لأن إذا تجي، إحنا تعودنا إن دارين نحول الجملة من المبني للمعلوم إلى المبني المجهول، عندنا خطوات. الخطوات هي نفسها تتكرر بكل الأزمنة. فهنا أول شيء نتعرف على جملة المبني للمعلوم، ومن ثم نتعرف على الخطوات شلون راح نحولها إلى مبني المجهول. جملة المبني للمعلوم مال قاعدة كان شو تقول؟ تقول فاعل زائدا إما كان أو كانت زائد فعل مجرد زائدا مفعول به والتكملة. هذه جملة المبني للمعلوم. أسألكم، خاف لحد الآن ما حاضرين، حاول تحفظ. أسألكم شنو خطوات تحويل الجملة من المبني للمعلوم إلى المبني المجهول؟ أول شيء نحذف الفاعل ونقدم المفعول به. إذا قاعدة المبني للمجهول ايش راح تكون؟ تكون مفعول به في بداية الجملة. نحذف الفاعل ونقدم الفعل المفعول به في بداية الجملة. ومن ثم ركز وياي بالمضارع، شنو قاعدة مبني المجهول؟ مفعول به الزوار وتصريف ثالث. بالماضي شنو قاعدة مبني المجهول؟ مفعول به وزوار وتصريف ثالث. زين، بقاعدة كان مفعول به وكان بي أو كانت بي، حسب اللي منطيك اياه. منطيني كان اخلي كان، منطيني كانت اخلي كانت، زائدا تصريف ثالث والتكمله. ما افتهمت استاذ شلون يعني؟ يعني يقول لي على سبيل المثال وي كان جرو رايس ان ايراك، على سبيل المثال. ايش قال لي بين قوسين؟ قال لي باسيف. أعيد وأكرر، شنو يعني كلمة باسيف؟ يعني مبني للمجهول. يعني أنا هاي الجملة اللي منطيك إياها مبني للمعلوم، أريدك تحول لي إياها إلى مبني للمجهول. شنو الخطوات؟ نحذف الفاعل، بس خلنا نتأكد، هذه مبني للمعلوم، فاعل كان، فعل مجرد، مفعول به، تكملة. تشوفون نفس الفكرة، هذه مبني للمعلوم، أريدك تحول لي إياها مبني للمجهول، شلون راح تكون مبني للمجهول؟ نحذف الفاعل ونضع المفعول به في بداية الجملة. شنو المفعول به؟ الرايس. أخلي رايس في بداية الجملة، هذا المفعول به. بداية طبقة من المجهول كان أو كانت، هو شو منطيني؟ منطيني كان، فأخلي كان، كان بي، أخلي بي زائد تصريف ثالث للفعل. الفعل منطيني شنو؟ جرو. من يتذكر شنو التصريف الثالث مال جرو؟ أخذناها بالأول متوسط جرون، زائدا التكمله. شنو بقت عند التكمله؟ شوف انت انتبه لي، الفاعل حذفناه، كان نزلناه، الجرو سوينا تصريف ثالث، الرايس المفعول به نزلناه، فبقت عندي فقط ان ايراك. اقول له ان ايراك. زين استاذ ايش صارت الجمله؟ نحن يمكننا زرع الرز في العراق. من هو اللي يقدر يزرع الرز؟ نحن. اذا هاي فاعل. صارت الجمله بمبني المجهول، الرز يمكن ان يزرع في العراق. من الممكن ان يزرع الرز في العراق؟ من اللي يزرعه؟ الفاعل مجهول غير معلوم. اقدر اقول، اقدر اخلي الفاعل بالنهايه؟ نعم، ذكرناها في الدرس السابق. اقول باي اس بواسطتنا نحن. الوي راح تصير اس لان اصبح موقعها موقع مفعول به. هذا شيء اضافي او شيء زايد عن الحل، ما يحتاج نذكره بالحل. زين، شلون تجينا بالامتحان وشلون نجاوب عنها؟ ناخذ الصيغه الامتحانيه اللي ممكن تجينا بالامتحان. يقول لك you can phone people all over the world، يمكنك أن تتصل بالناس حول العالم. إيش قال لي؟ قال لي باسيف. شنو خطوات الباسيف؟ أحذف الفاعل ونقدم المفعول به
بداية الجملة. phone فعل، إذن people هي المفعول به. أقول people زائدا هذا المفعول به. نسينا المفعول به، خاف نسيت الفاعل. المفعول به can أو can't be. إيش منطيني هو؟ منطيني can. أنزل can be زائدا شنو؟ زائدا تصريف ثالث للفعل. شنو الفعل اللي عندي؟ phone. شنو التصريف الثالث؟ phoned زائدا التكملة. all over the world. صارت الجملة. يمكنك أن تتصل بالناس حول العالم. يمكن الاتصال بالناس حول العالم. قبل شوية من كان الفاعل؟ أنت يمكنك أن تتصل بالناس. صارت الجملة. يمكن الاتصال بالناس. من اللي يتصل بهم؟ أنا أو الفاعل غير معلوم. حاليا ما مذكور بالجملة. الجملة الثانية. You can use phones in only one place. إيش قال لي نفس الطريقة؟ قال لي passive. شنو passive؟ مبني للمجهول. أجي أحذف الفاعل. ونقدم المفعول به في بداية الجملة. هذا الفعل، هذا المفعول به. أخذ المفعول به. phones كان لو كانت كان أقول له كان be زائد تصريف ثالث للفعل use. شنو use زائد التكملة. you can use phones in only one place. يمكنك استخدام الهواتف في مكان واحد. الهواتف يمكن أن تستخدم في مكان واحد. هذا ما يخص المثال الثاني. مثال الثالث نفس الطريقة. فاعل كانت فعل مجرد مفعول به. مفعول به يجي بداية. The mobile phones. ركز وياي. منطيني كانت. هالمرة بعد ما أقدر أستخدم كان. لازم أستخدم كانت بي. حسب القاعدة. فهو قال لي كانت. أخلي كانت بي زائد تصريف ثالث للفعل. يوز شنو التصريف الثالث مالته؟ يوز والتكملة. شو تقول؟ تقول الناس لا تستطيع استخدام الهاتف without batteries بدون بطاريات. لا يمكن استخدام الهاتف بدون بطاريات. من هو اللي يستخدم الهواتف؟ ما معلوم، ما مذكور بالجملة، بجملة المبني للمجهول. إذن هذا ما يخص طريقة تحويل المبني للمجهول أو موضوع المبني للمجهول مع قاعدة أو مع زمن الكان. هذه الملاحظات حاولوا تسجلوها بالدفتر وتحفظوها، لأن مهم جدا بالامتحان التحريري. مثل ما وضحنا بالدروس السابقة، المبني المجهول أخذناه مع المضارع مع الماضي، والآن مع كان. فحاولوا سجلوا منها ملاحظة بالدفتر وتحفظوها على متميزون بين القواعد الثلاثة. إن شاء الله بالدرس القادم راح أشرح لك كل أزمنة المبني للمجهول. خاف لحد الآن ما حافظها، راح أشرح لك إياها كل اللي بصبورة واحدة على مود تقدر تميز شلون أنا أعرف إنه هذه الجملة مبني للمجهول مع مضارع، وشلون هاي الجملة مبني للمجهول مع ماضي، وشلون هاي الجملة مبني للمجهول مع الكان. على مود تميزون بين القواعد الثلاثة. وشلون اميز اني اريد من عندي احول من مبني المعلوم للمبني المجهول، او من المبني المجهول للمبني المعلوم، مثل ما الدرس السابق شرحناه. فان شاء الله بالدرس القادم راح اشرح لكم كل المصبوره واحده على مود تقدرون تميزون بيناتهن اذا جتكم بالامتحان التحريري. ننتقل الى كتاب النشاط تمرين رقم 1. يقول لي ليلى's mobile phone is not working properly. هاتف ليلى لا يعمل بشكل جيد او لا يعمل بشكل صحيح. complete the message أكمل الرسالة. use the words from the box باستخدام كلمات من الصندوق. كالعادة نجي نترجم الكلمات. buy معناها يشتري. did هذا فعل مساعد. likes معناها يحب. message معناها رسالة. one معناها واحدا. very معناها جدا. wants يريد أو تريد. was wearing يرتدي أو ترتدي. زين هسه يقول لي ذني كلمات سقطها بالفراغات المناسبة على مود تكمل المقطع النصي. فبالبداية شو يقول لي؟ يقول لي I had a text from Tamara. حظيته بفراغ من تمارا. شنو الكلمة المناسبة للفراغ؟ كلمة مسج. رسالة نصية من تمارا يستردي البارحة. She asked سألتني. سألتني where فراغ ليلى فراغ the dress أو the red dress. من أين فراغ ليلى الفستان الأحمر. شو الكلمات المناسبة للفراغ؟ الفراغ الأول did والفراغ الثاني buy. من أين اشترت ليلى الفستان الأحمر؟ she فراغ last Tuesday. الذي فراغ الثلاثاء الماضي. الذي كانت ترتديه was wearing. أين اشترت الفستان أو من أين اشترت الفستان الأحمر الذي كانت ترتديه الثلاثاء الماضي؟ she فراغ it's فراغ. أقول she likes it very much.
لقد أعجبها جدا and she فراغ to فراغ blue فراغ أجي وهي تريد أقول she wants وهي تريد أن buy وهي تريد أن تشتري a blue فراغ وهي تريد أن تشتري فراغ أزرق أقول one تريد أن تشتري واحدا أزرق فستان أزرق. هذا التمرين تمرين فقط كنشاط صفي غير مهم بالامتحان التحريري أو الامتحان الشفوي. أستاذ هل من الممكن يجينا على شكل إسقاطات؟ ممكن أن يجي على شكل إسقاطات جملة من هذا التمرين، لكن هذا التمرين جدا بسيط فنادر أن يجي بالامتحان التحريري، لذلك يعتبر كنشاط صفي. أما تمرين رقم 2 يقول لي read the text in your student's book again، أقرأ النص في كتاب الطالب مرة أخرى، النص اللي قرأناه بداية الشرح، and read the statements below، وأقرأ الجمل هذه، اكتب F إذا كانت خطأ، true إذا كانت صحيحة، أو DS if the text don't say. شوف هنا شو يقول لي، يقول لي اقرأ لي الجمل، إذا الجملة صحيحة اكتب عليها T صح، وإذا خطأ اكتب عليها F خطأ. هذه احنا متعودين عليها، لكن هالمرة طاني شغلة جديدة اللي هي DS. DS معناها don't say، يعني هذه الجملة ما انذكرت بالقطعة، إذا ما انذكرت بالقطعة اكتب عليها DS. على سبيل المثال A landline send and receive signals through radio waves. شوف هنا شو يقول لي، يقول لي الخط الأرضي، هاتف الأرضي يرسل ويستقبل معلومات أو إشارات من خلال الموجات الراديوية. صح هذا كلام؟ هو خط أرضي أكيد ما يستخدم الموجات الراديوية، يستخدم الواير الأسلاك. إذا أقول له false. smartphones الهواتف الذكية can access the internet، يمكن أن تتصل بالإنترنت. صحيح هذا الكلام؟ ذكرنا بالقطعة أنه الموبايل الهاتف المحمول يمكن أن يستخدم في أي مكان. وراها ذكر معلومة قال اللي يتصل بالإنترنت ويشغل موسيقى وإلى آخره ويلتقط صور، هذا يسمى سمارت فون، هاتف ذكي. إذن أقول له true صح. النقطة الثالثة some mobile phones are waterproof، بعض الهواتف الذكية waterproof مضادة للماء. صح لو خطأ؟ هي صحيحة المعلومة لكن ما انذكرت بالقطعة، فأقول له DS. قلنا إذا ما انذكرت نقول عنها DS. landlines phones are often more reliable than mobile phones. شوف هنا أنا شو يقول لي، يقول لي الهواتف الأرضية اعتمادية أكثر من الهواتف المحمولة. صح لو خطأ؟ قلنا من ميزة الهاتف الأرضي أنه reliable، اعتمادي أكثر، صرف أقل، فالإجابة صحيحة. mobile phones can be used on to phone people all over the world. شوفنا ايش يقول، الهواتف الذكيه يمكن استخدامها للاتصال باناس حول العالم. المعلومه صحيحه لكن ما ذكرت بالقطعه، ما ذكر لي بالقطعه انه الهواتف الذكيه تستخدم للاتصال حول العالم، ليش الهواتف الارضيه تستخدم للاتصال باشخاص حول العالم. بالاخير landline phones are can be used to take photographs، الهواتف الارضيه تستخدم لالتقاط صور. صح هذا الكلام؟ قلنا الهاتف الأرضي فقط للاتصال، ما به التقاط صور. هذا ما يخص تمرين رقم 2. بالبداية قلنا إذا تذكرون قلت لكم إنه راح يسألكم الأستاذ أسئلة شفوية عن هذه القطعة بداخل الصف كتحضير يومي. هذه الأسئلة الشفوية اللي راح يسألها الأستاذ بداخل الصف، إذن هو مجرد نشاط صفي غير مهم بالامتحان التحضيري أو الامتحان الشفوي. تمرين رقم 3 شو يقول؟ يقول read the adverts، اقرأ الإعلان. Can you explain what apps do؟ شوف هنا شو يقول، يقول لك انت شايف الاعلانات مال شركات، شركات الموبايلات، شركات التنظيف، شركات الحواسيب الى اخره، يسوي لك اعلان ومن خلال الاعلان تعرف استخدام او ميزه هذا الهاتف. يعني على سبيل المثال check your heart rate with this app، تفقد تفقد your heart rate نبضات قلبك with this app بهذا التطبيق. اذا هذا التطبيق مخصص اني يهتم بصحتك، يهتم بصحة قلبك. Don't spend all day in your phone، لا تقضي كل وقتك كل يومك على الهاتف. اكو بعض التطبيقات تمنع استخدامك للهاتف مدة طويلة، فهذا التطبيق مخصص لهذا الشيء. هو دي منطيني الجمل ومنطيني اسفلها يقول لي now read what the apps can do. انا منطيك هالنوع شنو تطبيقات، كل تطبيق يناسب اعلان من الاعلانات اللي منطيك اياها، وصل التطبيق بالاعلان المناسب له. يعني على سبيل المثال the time you spend on your phone can be controlled، الوقت الذي تقضيه على هاتفك يمكن التحكم فيه. هذا الكلام او هذا التطبيق يناسب يا اعلان
يناسب إعلان رقم اثنين. Don't spend all the day on your phone. لا تقضي كل الوقت على الهاتف. وهكذا. You can be woken gently. يمكن أن تصحى بهدوء. إعلان رقم ستة. The light on your phone slowly gets brighter. الهاتف أو الضوء اللي على الهاتف يصبح مشع شيئا فشيئا. وهكذا. Food can be shared. يمكن مشاركة الطعام. Too much food shared around. إذا عندك هواي طعام زايد تقدر تشاركه. وهكذا. إذن هذا مجرد نشاط سطحي غير مهم بالامتحان التحريري أو الامتحان الشفوي. منطيك تطبيقات، منطيك إعلانات، التوصل الإعلان بالتطبيق المناسب إلهم. هاي الحلول أمامكم، حاولوا تنقلوها إذا طلبها من عندكم الأستاذ كتحضير يومي. أما تمرين رقم أربعة، شو يقول لي؟ يقول لي write about what the following app can do. نفس الطريقة. أنا منطيك تطبيقات. كل تطبيق يسوي في الشغلة. You can control the lights in your house. تقدر تتحكم بالإنارات ببيتك. You can turn on the TV. تقدر تشغل التلفزيون وتطفيه. You can see who is in the door. يمكنك أن ترى من على الباب إلى آخره. يقول لك هذا التطبيقات أو التطبيق أو الهاتف أو الجهاز اللي يسوي هذا شو يسوي؟ This app can be used to. هذا التطبيق يمكن أن يستخدم لي على مشينه to control لكي تتحكم your house. يمكن أن تتحكم بهذا التطبيق بيتك. تطبيق سمارت إذا شايفين حالياً أغلب البيوت أو بعض البيوت يسوون الإنارات التلفزيون كلها البيبان كلها تشتغل على التطبيق. فأقدر أسد الباب أشغل الضوء أطفي التلفزيون أعلقه من خلال تطبيق. لأن الإنارات البيبان يسميهن أبواب ذكية إنارات ذكية قاموا الآن يشتغلوها من خلال تطبيق واحد يتحكم بها المستخدم. هذا من أهمنا كذلك نشاط صفي غير مهم بالامتحان التحريري أو الامتحان الشفوي. إذن الآن أنهينا الدرس. لاحظنا أن الدرس بسيط جدا، أخذنا فيه فقط موضوع مهم جدا اللي هو موضوع المبني المجهول مع قاعدة الكان. من الممكن يجيكم السؤال القواعد. باقي الأنشطة أنشطة صفية غير مهم الامتحان التحريري أو الامتحان الشفوي، مجرد تعتبر كتحضير يومي. ختاما شكرا لمتابعتكم للفيديو. أي سؤال أو استفسار أو إضافة تحبون تقدموها تقدرون تتواصلون على حسابات موجودة في الفيديو في الوصف.